وجد الحال في ملاوي أسوأ بكثير مما يتوقع. الجهل، الجوع، الفقر، تنمية ضعيفة، الناس مهمشين. وهو هناك قرر قرار، ربما هذا القرار يكون أشجع قرار اتخذ في حياته. ترك مهنة الطب اللي ما زاولها إلا عدة أشهر وتوجه إلى عمل إنساني خيري. خلال هذه الفترة مع بناء المسجد أصبح عندهم مسح لمعرفة واقع الإسلام والمسلمين في ملاوي خصوصا، وإنشاء لجنة سموها لجنة مسلمي ملاوي. خلال تلك الفترة كما ذكرت 17% فقط هم المسلمين في ملاوي، بعد أن كانوا أكثر من 70%. 17% ما في منهم واحد طالب تخرج من الجامعة، فلا يوجد مسلم جامعي في ملاوي كلها، فكانت شبه صدمة لهم. فالآن القضية ليست بناء مسجد وإنما بناء إنسان مسلم، فبدأت فكرة إنشاء المراكز الإسلامية اللي تحتوي على مدارس، تحتوي على دور أيتام، تحتوي على مسجد يكون منطلق دعوي، وتحتوي على بير ارتوازي يوفر ماء نظيف ونقي للمركز والقرية اللي حوله، وكذلك توفير رعاية صحية من خلال مستوصف ولو كان بسيط إلا أن أثره يكون عظيم. وانطلق منها، ترك الطب، توجه إلى بداية كانت لجنة مسلمين ملاوي، من ثم شوي توسع وسموها لجنة مسلمين أفريقيا، وبعدين لما سجلت في الأمم المتحدة تغير الاسم إلى جمعية العون المباشر. وطبعا لجنة مسلمي أفريقيا ظلت تحت رئاسته تتلقى الدعم والتأييد من الجميع، من المسؤولين، كبار المسؤولين في الدولة، ومن المواطنين والمتبرعين، إلى أن أصبحت أكبر من الجمعية في مواردها المالية وفي نشاطها الميداني وفي شهرتها وانتشارها، فأشهرت على شكل جمعية. فدعاني مع من دعاه أن نكون زملاء له في مجلس إدارة العون المباشر، أشهرت تحت اسم العون المباشر، وأيضا صرنا معاه. لكن الطريف أن كانت اسمها لجنة مسلمين أفريقيا ولم تسجل بالكويت، إلى أن ذهب إلى رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد، فسلم جنسيته وجوازه وقال له، قال أنا بروح أصير أفريقي إلا إذا أنت. ليش؟ قال له ليش؟ قال لأن ما سجلتوني يعني كلجنة إحنا كويتية وخلتوني أروح أسجل بالأمم المتحدة. قال له خل جوازك عندك وجنسيتك عندك. وبنفس الأسبوع رحمة الله عليه طيب الله ثراء الشيخ جابر طلع قرار لم يطلع منها أن تنشأ جمعية العون المباشر كجمعية كويتية.